الإحتاء الإلكتروني بنوعيه، إحتاء إلكتروني من خلال توفير بضاعة مقلدة، من خلال توفير نقول حسابات وهمية أو مواقع وهمية تخدع العملاء من خلال تقديم خدمة تجارة إلكترونية. والنقطة الثانية اللي نركز عليها من خلال الإحتيال الإلكتروني من سرقات البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع الإلكتروني، وهذه كلها تحاربها وزارة التجارة مشكورة مثل ما ذكر أخونا عبد الرحمن. العدد كبير خصوصا المسجلين حاليا في معروف 57,000 متجر، ولكن هناك العديد من المتاجر، المتوقع أن هناك كثير أكثر من 57,000 متجر ما بعد سجل إلى الآن في معروف. بكل بساطة العميل عليه الاحتراز والتأكد من أول شيء وجود المتجر في معروف أو لا، ثانيا هل هناك خدمة عملاء فعلية، هل هناك في أي تواصل مع العملاء من خلال المتاجر والعلامات التجارية الخاصة المعروضة أونلاين. هذه بالتأكيد تزيد من فاعلية والتأكيد على وجود فريق عمل جميل. يعمل خلف المتجر الإلكتروني. طيب أستاذ علي بإيجاز، أنا الآن كمتسوق أبغى الآن أتسوق، كيف ممكن أني أحمي بياناتي وبالتالي لا يمكن الاحتيال علي؟ أهم شيء أنك تتأكد أول شيء من وثوقية المتجر اللي تعمل معه، هذا جميل. واحد. اثنين، تحاول بقدر الإمكان أنك تدفع بالطرق الموثوقة منها البطاقات الائتمانية أو بوابة الدفع مثل السي سي باي او ابل باي. في حال وجود اي تعثر او وجود اي تحايل بامكانك التواصل مع الجهات المختصه واعاده المبالغ او اعاده المدفوعات لك.